يا باشمهندسنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس عمر نور. تعالوا بينا النهاردة نتكلم مع بعض عن موضوع مهم جدا في التصميم الإنشائي، ألا وهو تصميم الأساسات العميقة أو طبعا الـ Structural Analysis and Modeling and Design of Pile Caps أو Rift on Piles. طبعا ده احد المواضيع المهمه جدا في التصميم الانشائي، فهنتكلم ان شاء الله باذن الله مع بعض فيها النهارده، وهنقسم ان شاء الله الليكتشر او المحاضره باذن الله الى عده اجزاء. فتعالوا بينا النهارده مع بعض نبدا في الجزء الاول مع بعض من تصميم البايل كابس. بطبيعه الحال طبعا بنيجي نسال نفسنا كذا سؤال مهم لما نيجي نقول والله احنا عايزين نعمل تصميم للاساسات العميقه واللبشه على الخوازيق. فاول سؤال مهم بنساله نفسنا، وانا امتى بستخدم او امتى بضطر ان انا استخدم هذا النوع من الاساسات كنظام انشائي للفونديشن للمنشا بتاعي؟ فطبعا في حالات كتير محتاج ان انا استخدم فيها الاساسات العميقه او اللبشه طبعا على الخوازيق. السبب الاولاني والرئيسي طبعا بالنسبه لنا هو ان تكون الطبقات السطحيه للتربه ضعيفه جدا، اللي هي طبعا على منسوب تاسيس زي ما احنا متعودين متر ونص مثلا، من متر الى متر ونص، فبتكون الطبقات السطحيه اللي في الرينج ده من التربه بتكون ضعيفه، وبيكون جهد التحمل بتاعها رقم صغير. مثلا في الرينج مثلا ممكن 1 كيلو جرام على سنتيمتر مربع او قد يقل عن ذلك، very loose layers of soil أو very weak layers of soil اللي بتكون طبعا الدنسيتي أو الكثافة بتاعتها قليلة، فبالتالي ده بيتسبب في إن التربة تبقى ضعيفة. فطبعا بطبيعة الحال في نفس الوقت طبقات التربة الضعيفة ديت بيكون مطلوب منها إنها تشيل أحمال جاية من السوبر ستراكشر أو المنشأ بتاعي كبيرة، أحمال عظيمة، فده بيتسبب طبعا في زياده في الاجهادات اللي هتتولد في التربه. فبالتالي بضطر ابتدي افكر طبعا في كذا حل علشان اقدر احسن شويه من جهد التحمل الخاص بالتربه. فاول حل مثلا ببتدي افكر فيه ان انا اعمل طبقات احلال، اشيل التربه الضعيفه واستبدلها بتربه قويه تقدر تستحمل اللودز دي بشكل امن من غير ما يحصل لها فيلير. فكل ما الطبقات السطحيه للتربه كانت ضعيفه، كل ما الاحمال اللي جايه من المنشا بتاعي كبيره، فبالتالي يبقى اذا لو انا هبتدي اعمل طبقات احلال فهبتدي احتاج ازود سمكها علشان تبقى كافيه انها تشيل الاحمال دي، مما هترتب عليه طبعا زياده في اعمال الحفر والردم والكميات، طبعا الحفر والردم المتر مكعب علشان اقدر اوصل الى ان انا اعمل طبقه احلال كويسة. او لو انا جيت فكرت في اوبشن اخر هو ان انا ازود برضو كميات الحفر والردم شويه عشان اقدر اوصل الى طبقه من التربه تكون اعمق شويه على عمق اكبر شويه، بس في نفس الوقت تكون ستيف شويه او اقوى، يكون جوده التحمل بتاعها كويس ويقدر يستحمل اللودز دي. فبالتالي انا برضو كده يعني ايه هوصل ان انا هتزيد معايا كميات الحفر والردم عشان اوصل للطبقات القويه دي من التربه، وبالتالي بالتبعيه طبعا هيترتب على ذلك طبعا زياده في التكلفه، تكلفه اعمال الحفر والردم طبعا عشان اوصل لطبقه تربه قويه تقدر تستحمل معايا الاحمال دي. في حين انا على الجانب الاخر انا ممكن ان انا برضو اوصل لنفس الهدف بتاعي ونفس التارجت بتاعي ان انا اوصل لطبقات تربه قويه تصلح ان انا اقدر اسس عليها منشا بهذا الشكل بهذه الاحمال الكبيره عن طريق استخدام الخوازيق. لان عن طريق استخدام الخوازيق يبقى انا بعمل ايه؟ انا ببتدي استخدم عناصر خرسانيه راسيه بهذا الشكل زي ما واضح في الصوره معانا بالشكل ده. وظيفه العناصر الراسيه دي هي نقل الاحمال من المنشا بتاعي الستراكشر الى البايل كابس، ومن البايل كابس الى تبتدي تنقل الى الخوازيق دي اللي هي بتبتدي دورها طبعا تنقل الحمل الى التربه. فبستفيد هنا من الطول الكبير للعناصر الانشائيه اللي هي الخوازيق الراسيه دي في ان انا انقل الاحمال من خلالها الى التربه القويه من غير ما اضطر ان انا
احمل بشكل زياده على البايك نفسها او على اللبشه نفسها، لان طبعا لما احمل زياده على البايك او اللبشه يحصل ان ستوري فيها ستريسز اكتر وممكن ما تبقاش سيف كسويل ستريسز بالنسبه لي. ومهما مهما قعدت افكر ان انا اكبر في ابعاد البايك او في مساحه البايك عشان اقلل الستريس بتاعها، هي في النهايه برضو عليها احمال ضخمه كومبريشن لودز او كومبريشن فورسز كبيره، مش قادره انها تتحمل الاحمال دي. فلازم نروح ناقل هذه الاحمال الى عناصر راسيه ستيفنس بتاعتها محترمه جدا، وبستفيد ايضا من طولها من خلال ان انا واقدر ان انا اوصل الى طبقات عميقه من التربه تكون قويه جدا في الكثافه بتاعتها وفي التكوين بتاعها في التتابع الطبقي بتاعها، وبالتالي بطبيعه الحال تكون جهد التحمل بتاعها اكتر واكتر بكتير كمان من الطبقات الضعيفه، فتقدر انها تستحمل وتشيل معايا الاحمال الضخمه اللي جايه من السوبر ستراكشر. فهي دي الفكره من استخدام الخوازيق للتاسيس للمنشات العائله الضخمه بهذا الشكل، او بينتج عنها احمال ضخمه. وبالتالي يعني طبعا بتكون وسيله مهمه جدا تقدر تنقل من خلال الاحمال الى الطبقات القويه دي. جميل. طيب نيجي لتاني كيس بنستخدم فيها الخوازيق كاساسات كنظام للانشاء للفاونديشن، هي حاله طبعا اللامركزيه في التحميل كبيره جدا، بتكون موجوده معانا في الهاي ريز بيلدنجز او التور بيلدنجز المباني العاليه. في المباني دي بتكون نسبه ارتفاعها الى مساحتها هي كبيره، مساحتها في المسقط الافقي، فبتكون نسبه ارتفاعها الى المساحه دي كبيره جدا، فبيبقى مباني عاليه زي مثلا ابراج الكهرباء، تمام، زي طبعا المداخل، زي الهاي ريز بيلدنجز التاورز، فكل دي منشات عاليه. فطبعا بيحصل ان نتيجه انها ارتفاعها كبير بهذا الشكل، فطبعا اللاترال لودز اللي بتبقى جايه عليها من الويند ومن الايرث كويك من الرياح والزلازل بتكون هي الجفر، هي الحاكم في حاجه في المنشات او في المباني اللي زي كده. وبالتالي ان المومنت اللي بيبقى جاي من اللاترال لودز دي بيبقى اكتر بكتير جدا من الاكسيال لود اللي بيبقى جاي من اوزان المنشات دي. وبالتالي بقى هنا طبعا بطبيعه الحال بتنتج عندي اكسنتريستي ضخمه نتيجه الفرق طبعا اللي ما بين البيندنج مومنت والاكسيال لود. فطبعا الاكسنتريستي الضخمه دي بتتسبب في زياده تكهنات الشد المتولده في طبقات التربه، وطبعا طبقات التربه بيبقى صعب عليها جدا انها تستحمل او تقاوم تكهنات الشد اللي بتبقى متولده فيها، وبالتالي بضطر ان انا الجا الى الخوازيق برضو كنظام انشائي للاساسات واستفيد من السفنس بتاعتها وعمقها وارتفاعها من خلال انها بتبتدي انها تقاوم معايا جهادات الشد ديت عن طريق طبعا الاحتكاك الخارجي على جسم الخازوق، دايما يدور من الخارج بتديله طبعا مقاومه كبيره جدا وكاباستي كبيره في مقاومه قوى الشد اللي بتتولد في التربه بهذا الشكل، وبالتالي بقدر كده زي ما اتفقنا اخف الستريسز من على البايل كاب، فاقدر اوفر فيها هي حتى كميات كخرسانه وتسليح واكمل الفانكشن بتاعتي وانقل الاحمال بشكل مور سيف عن طريق الخوازيق. جميل. طيب زي ما احنا شايفين طبعا بهذا الشكل في الفيجر وفي الصوره دي اللي بتوضح لنا الاحتكاك الجانبي على جسم الخازوق بيتم ازاي ويستخدم ازاي في مقاومه احمال او قوه الشد. طيب نيجي للثالث كيس، الكيس اللي بعد كده استخدم فيها الخوازيق في حالة هجوم خزانات تحت الأرض على عمق نوع ما يعني مش قليل، وفي نفس الوقت بتكون المياه اللي فيها حواليها برضو منسوبها عالي، فبالتالي طبعا الخزانات دي هتكون معرضة بطبيعة الحال إلى قوة شد الأبليفت فورسز نتيجة طبعا ضغط المياه اللي فيها عليها زي ما واضح طبعا معانا في الصورة بهذا الشكل. فبالتالي قوة الشد دي عايزة تبتدي تعمل إيه؟ عايزة تزق الخزان لفوق، تبتدي عوم طبقا للقوه الشد الناتجه من الطفو على سطح الميه، فعايزه تزق الخزان لفوق. فطبعا في بعض الحالات اللي او في يعني في بعض الحالات طبعا بيكون ايه؟ بيكون اوزان الخزانات كافيه انها تقاوم الابليفت فورس دي، وبالتالي ساعتها مش هيبقى عندي مشكله، خلاص انا
ساعتها الابليفت سيف بالنسبه لي والفاكتور اوف سيفتي كويس. ولكن في بعض الكيسز الاخرى وزن هذه الخزانات في حاله الصيانه لما يكون الخزان طبعا فاضي ما بيقدرش ان هو يقاوم الابليفت فورس، بيكون الوزن اقل من الابليفت فورس، وبالتالي ساعتها هنا الابليفت هتبتدي ان يكون ليها طبعا الغلبه وتبدا ترفع الخزان بتاعي لفوق، فطبعا كده يبقى انا الخزان بتاعي هيحصل له فيليور. فساعتها بعمل ايه؟ فساعتها بضطر ان انا ابتدي اعمل تاسيس لهذا الخزان على خوازيق، برضو بستفيد ساعتها هنا من الفيرتيكاليتي او الراسيه بتاعت الخوازيق دي مع العمق بتاعها في انها تقاوم بورشن النتيجه من الابليفت فورس ديت عن طريق برضو الاحتكاك الجانبي مع التربه حوالين جسم الخازوق بنفس الفكره دي. جميل. طيب كيس كمان بنقابلها بنحتاج ان احنا نستخدم فيها الخوازيق، وهي طبعا الايه السايد سبورت سيستم او انظمه سند جوانب الحفر، خصوصا في اعمال الحفر العميقه اللي بتكون بجوار مباني قائمه. فطبعا انا هنا بطبيعه الحال زي ما شايفين مع بعض في الصوره في الفيجر بهذا الشكل، انا دلوقتي الاكزيستنج بيلدينج ده انا عايز طبعا احافظ عليه من الانهيار واحافظ على الاستابيليتي بتاعته من انها ما تتاثرش بالعمق الحفر اللي انا بعمله لاي سبب ما. جميل. فساعتها بحتاج انظمه سند جوانب حفر. فمن الانظمه الشائعه شائعه الاستخدام في السايد سبورت سيستم هي الخوازيق، بس يمكن دي احنا كمهندسين انشائي مش هنتعرض لدراستها لان دي بتكون من اختصاص الجيوتكنيكال انجينير، مهندس ميكانيكا التربه والاساسات او مهندس الجيوتكني هو اللي بيكون من اختصاصه اكتر الديزاين اوف سايد سبورت سيستم. جميل. ولكن احنا كأوفر فيو او كفكره سريعه عن الانظمه دي، هي كخوازيق ممكن نستعمل تو سيستمز، ممكن نستعمل سيكند بايز خوازيق من الخرسانه، ولكن بتكون في بينها وبين بعضها اوفرلاب زي ما احنا شايفين مع بعض في الصوره بهذا الشكل، بحيث انها الاوفرلاب ده بيديها ستيفنس كويسه تقدر من خلالها انها تعمل سبورت كويس جدا للاكسكافيشن بتاعي والارث بريشر طبعا اللي بيأثر. ونقدر نستخدم سيستم اخر وهو التانجنت بايلز، برضه خوازيق من الخرسانه مصلحه، ولكن بدل ما بيكون في بينها اوفر لابنج لا هي تانجنت لبعضها، هي مماس، هي كل خازوق يعني بيلامس اللي جنبه في نقطه التماس بهذا الشكل. وبرضه مجموعه الخوازيق دي مع بعض بتكون مع بعض كتله خرسانيه جاسئه تقدر انها تسند لي الحفر بتاعي بشكل كويس وبشكل امن وتحافظ على المبنى القائم. بطبيعه الحال برضه ممكن استخدم سيستم اخر لسند جوانب الحفر وهو الستيل شيت باي بولز، طبعا الرقائق والشرائح المعدنيه اللي بتستخدم في صند جوانب الحفر بالنسبه لنا. جميل. طيب ايه كمان ممكن من الكيسز اللي بقابلها في اعمال الانشاءات بحتاج ان استعمل فيها الخوازيق؟ هي ان انا عشان ابتدي اعمل او احافظ على الاستابيليتي بتاعه الميول اللي موجوده في التربه ضد انها طبعا يحصل لها عمليه سلايدنج او انها تتزحلق على هذا السطح بهذا الشكل زي ما واضح في الصوره معانا كده، فالكتله دي عايزه تتزحلق على السطح ده نتيجه طبعا الايل ستوب. فبالتالي انا بقدر ان انا استخدم الخوازيق بهذا الشكل في هذا طبعا المكان، بيحدده طبعا برضه مش تكنيكال انجينير احنا مش هنتعرض لدراستها، بحيث ان الخازوق بيستخدم في بهذا الشكل بحيث يعمل عمليه ستابيليتي للسلايدنج الناس اللي عايزه تتزحلق بهذا الشكل ويعمل لها سبورت بالشكل ده قوي جدا، وبالتالي يحافظ على الستابيليتي بتاعت السلوب بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض من هذا الشكل. تمام. جميل جدا. طيب تاني طبعا سؤال بنبتدي نسال نفسنا، يا ترى هي الخوازيق دي في منها انواع؟ طبعا في منها انواع كتير، في منها الخوازيق الخشبيه بهذا الشكل تستخدم برضه في غالبا بتستخدم في انظمه سند جوانب الحفر، معانا ايضا الخوازيق اللي بتكون عباره عن مواسير حديديه بهذا الشكل وبتبتدي في الموقع في اثناء تنفيذها بتتميلي بقى بماده برضه بتديها ستيفنس كويسه جدا زي البنتونايت او السلاري على حسب طبعا الكيس. تمام. في عندنا ايضا الخوازيق اللي بتكون من الحديد نفسه الستيل مختلف القطاعات، على سبيل المثال مثلا قطاع على شكل حرف H او I beam بهذا الشكل. وطبعا في عندنا الخوازيق من الخرسانه سواء كانت خرسانه مسلحه مصبوغه في الموقع
كاستم سيتيو كونكريت اور بري كاست كونكريت لو طبعا خلصنا سابقة الصب في المصنع وبتيجي انها طبعا تتركب على طول في الموقع مباشرة. وبعد كده طبعا في عندنا النوع الاخير برضو من التوزيع وهو الكومبوزيت بايلز اللي هي بتكون عبارة عن قطاع كومبوزيت مركب من الخرسانة والصلب والتسليح او الحديد الحديد في نفس الوقت بحيث يديني كومبوزيت سكشن تديني انرشيا عالية وستيفنس برضو عالية طبعا للقطاع الخرسانة بالنسبة لنا. طيب احنا بإذن الله في المحاضرة النهاردة بأمر الله في الجزء الاولاني هنتكلم عن اللي عن الكونكريت بايلز او الخرسانة طبعا مسموح في الموقع للخوازيق بالنسبة لنا. طيب جميل جدا. طيب يجي السؤال طبعا المهم جدا بالنسبة لنا بعد كده اللي بيسألوا نفسنا لما يجي نعوز ان احنا نعمل تصميم للخوازيق او للبش على خوازيق يا ترى ايه هي الديزاين بارامترز اللي انا بحتاجها، يا ترى هي المتغيرات اللي بتحكمني في عملية التصميم. جميل. فطبعا دي متغيرات كذا متغير موجود عندنا. طيب اول متغير هو طبعا النمبر اوف بايلز او عدد الخوازيق. ايه هو العدد الامثل للخوازيق اللي انا محتاج استخدمه عشان احقق تصميم مثالي او تصميم كويس باقل تكلفه ممكنه وفي نفس الوقت يحقق الغرض المطلوب منه زي ما اتفقنا. طيب فانا النهارده عدد الخوازيق علشان احدده فانا محكوم بكذا حاجه بكذا فاكتور. تمام جميل. اول فاكتور مثلا طبعا بشكل اساسي هو الاحمال اللي جايه من السوبر ستراكشر. ده طبيعي انا دلوقتي عندي مجموعه احمال من المنشا اللي جاي بعمل له تاسيس على الخوازيق وبالتالي عندي طبعا مجموعه من السترينج اكشنز او الاجهادات الداخليه اللي هتتولد في اللبشه وهتتنقل بطبيعه الحال الى الخوازيق. وفي نفس الوقت بطبيعه الحال انا عندي طاقه او حمل اقصى يقدر الخازوق الواحد ان هو يشيله. لو عديت الحمل الاقصى ده فاصبح الخازوق طبعا هنصيفه ويحصل له انهيار وبالتالي لا يصلح للاستخدام. جميل. فاذا انا اكيد بعتمد على الاحمال اللي جايه لي من المبنى وعلى الكاباسيتي للخازوق الواحد عشان اقدر احدد طبعا عدد الخوازيق اللي انا اقدر استخدمها عشان تنقل الاحمال بشكل سيف الى التربه. جميل. طيب ايه تاني ممكن طبعا برضو ياثر معايا على عدد الخوازيق؟ طبعا مساحه المبنى او مساحه المنشا اللي انا طبعا بدرسه. انا ممكن يكون عندي طبعا مثلا تاور بمساحه اريا معينه مثلا ولتكن 30 في 20 ولا حاجه، فبالتالي انا هنا محكوم بان انا عندي الليبشه بتاعتي هتكون على هذه الاريا، فانا محكوم بعدد خوازيق يكون جوه الاريا دي، مش مسموح لي اطلع بالخوازيق طبعا بره الاريا دي. وفي حاله طبعا وجود حدود ملكيه ما اقدرش ان انا اتخطاها، فبالتالي الليبشه بتاعتي برده مش هتكون مسموح لها انها تتجاوز هذه الحدود، وبطبيعه الحال انا مش مسموح لي ان انا اطلع بعدد الخوازيق بتاعي بره طبعا الليبشه بتاعتي. جميل. بالاضافه الى طبعا كمان توزيع الاعمده بتاعه المنشا، هل يا ترى الاعمده قريبه من بعض ولا هل البحور والسبانز مثلا كبيره فالاعمده بعيده عن بعض؟ فبالتالي ساعتها انا ممكن طالما الاعمده بعيده عن بعض ممكن كل عمود يبقى له البايل كاب المستقله بذاتها، مجموعه الخوازيق المستقله بذاتها، او يكون مجموعه اعمده مثلا قريبه من بعض، فاذا هلاقي ان انا هحتاج ان انا اعمل لها ايه لبشه واحده بايل كاب واحده من مجموعه الخوازيق لمجموعه هذه الاعمده. فاذا كل المتغيرات بتحكمني علشان اقدر اوصل الى العدد الامثل للخوازيق. جميل. بالاضافه طبعا الى المسافه بين الخوازيق، هل يا ترى ليها مينيموم هل ليها ماكسيموم؟ طبعا ليها مينيموم وليها ماكسيموم بحيث انها تكون وذين هذا الرينج عشان ما بتجيش الا على المينيموم، فيبقى الخوازيق قريبه جدا من بعض فيبقى الفانكشن بتاعتها برده مش هتتم بشكل 100%، ولا برده الخوازيق تكون بعيده عن بعض فبالتالي برده مش هتقدر انها تشتغل كجروب مع بعض وتنقل الاحمال زي ما هو مطلوب منها بالشكل ده. جميل. طيب نيجي لتاني بارامتر معانا طبعا وهو الابعاد الخازوق. في حاله طبعا ان الخازوق دائري فيبقى طبعا ساعتها هو القطر الخازوق بالنسبه لي اللي هو من دي، وفي حاله ان الخازوق واخد شكل اخر غير الدائري ولكن ده مش منتشر الاستخدام قوي، الشائع الاستخدام يمكن في الخوازيق الخرسانيه المسلحه هو الخازوق الايه الدائري او السيركلر باي. جميل. فانا النهارده قطر الخازوق طبعا اكيد ده احد البارامترز المهمه اللي انا بحتاجها. طيب لما نيجي نسال نفسنا ونقول والله قطر الخازوق ده انا هتحصل عليه ازاي؟ ده طبعا
بحصل عليه من تقرير الدوبا التكنيكال ريبورت. جميل، لانه طبعا الخوازيق هي يعني عناصر خرسانيه طبعا يعني بتخضع للعديد والعديد من الاختبارات، سواء الاختبارات المعمليه في معامل ميكانيكا التربة والاساسات، سواء ايضا اختبارات في الموقع في الفيلد على طول. جميل، بتخضع للعديد من الاختبارات دي وبتخضع لنتائج معمليه كتيره جدا، بحيث في النهايه اقدر ان انا اوصل الى القطر الامثل المناسب للخازوق اللي انا اقدر استخدمه في الظروف طبقات التربه طبقا للتتابع الطبقي للتربه طبقا للكسات اللي بتوضح لي طبعا التتابع الطبقي ده ماشي ازاي والخصائص بتاعت كل طبقه من طبقات التربه عامله ازاي، وبناء عليها يبقى ايه هو قطر الخازوق المناسب اللي انا اقدر استخدمه علشان يؤدي الفانكشن بتاعته في الطبقات ديت بشكل سليم. فكل ده بيتحدد من خلال طبعا الاناليسز الجيوتكنيكال اناليسز او التحليل طبعا الجيوتكني للتربه بتاعتي بهذا الشكل، بيخضع طبعا لاختبارات معمليه واختبارات في الموقع، وكذلك ايضا بيتم استخدام سوفت ويرز معينه بانبوتس وبارامترز معينه عشان تقدر في النهايه انها توصلني الى النتيجه اللي انا عاوزها اللي هي قطر الخازوق. جميل، فدي بتكون مختصاصه مع الجيوتكنيكال ريبورت. جميل، ايه طبعا كمان برضو من البارامترز اللي انا بحتاجها في الديزاين طبعا بطبيعه الحال طول الخازوق، وطبعا ده بيتوقف على برضو الجيوتكنيكال اناليسيز اللي بيتم لطبقات التربه زي ما اتفقنا والجسات، وبالتالي ده انا بتحصل عليه طبعا من تقرير التربه. جميل، طيب وطبعا الفاكتور المهم جدا او البارامتر المهم جدا جدا معانا وهو طبعا الحمل الاقصى اللي بيقدر يستحمله الخازوق الواحد او البايلوت كاباسيتي اللي هي بتكون الالتيميت لود كاباسيتي، وطبعا دي بطبيعه الحال برضو بنحصل عليها من تقرير التربه بناء طبعا على الاختبارات الكتير اللي بتتعمل في الفيلد وفي اللابس وفي المعامل، بحيث ان احنا نقدر نوصل الى ان والله طبقا لظروف التحميل ديت وظروف الطبقات التربه دي والجسات الخازوق ده هيقدر يستحمل فورس سواء كانت تنشن سواء كانت كومبريشن بمقدار قد ايه، وكذلك الخازوق ده هيقدر يستحمل لاترال لود او هورزونتال لود قد ايه، ويقدر يستحمل برضه بين المومنت قد ايه. جميل، فدي كانت البارامترز المهمه طبعا اللي بنحتاجها علشان تخش طبعا معانا في التصميم بالنسبه لنا بالشكل ده. طيب يجي السؤال المهم بعد كده طبعا اللي بنساله نفسنا، يا ترى انا ايه بقى الخطوات اللي هبتدي امشي عليها عشان اعمل تصميم مناسب بقى لي طبعا اللبش على الخوازيق باستخدام طبعا برنامج السيف 2016 بالاضافه طبعا الى الكود المصري طبعا سنه 2018 رقم 203. طيب فايه والله الخطوات اللي انا ببتدي امشي عليها؟ زي ما احنا شفنا كده مع بعض ان اغلبيه البارامترز اللي انا بحتاجها علشان اعمل تصميم بيتدخل فيها الجيوتكنيكال ريبورت، يعني بعرفها من الجيوتكنيكال ريبورت. فانا النهارده في بعض المشاريع بتقابلني ما بيكونش تم فيها الاتفاق مع مكتب استشاري جيوتكني علشان يبتدي ان هو يمسك عمليه الاناليسيز والتحليل الجيوتكني للتربه خاص بالمنشأ اللي انا بتكلم عليه او اللي انا بدرسه كانشائي كمهندس انشائي، وبالتالي يبتدي يطلع لي البارامترز اللي انا محتاجها عشان ابتدي اعمل تصميم بالاساسات على الخوازيق. ففي حاله ان انا ما عنديش تقرير تربه هبتدي اضطر ان انا افترض فرضيات واشتغل عليها، واقول في الديزاين بتاعي او في التصميم بتاعي ان انا اشتغلت على الفرضيات دي الاسامبشن دي، وبناء عليها نتائج التصميم مبنيه على هذه الفرضيات. فلو الفرضيات دي كده رجعت اتغيرت لاي سبب ما يبقى طبعا بطبيعه الحال التصميم الكامل هيتغير ويبتدي يتعمل ريديزاين من اول وجديد للبشه بتاعتي. طيب فطبعا اول حاجه هي قطر الخازوق، ففي حاله ان انا عندي جيوتكنيكال ريبورت محدد لي قطر الخازوق فابتدي طبعا اشتغل على القطر بتاعي الجيفن، لو مش متحدد يبقى ابتدي ان انا افطر. جميل، طيب تاني خطوه بعد كده طبعا هي بالنسبه لنا البايل سبيسنج، المسافه بين الخوازيق سنتر لاين وسنتر لاين زي ما واضح معانا في الصوره بهذا الشكل. ده ببتدي ان انا افترضه بقى ايه بناء على الكومن فيكس اللي بيحددها لنا برضو في اغلبيه الاحوال طبعا الجيوتكنيكال انجينير والريبورت او عن طريق برضو الكومن فيكس الخبره العمليه اللي
اشعه مختلفه اللي هي بتوضح لنا ان والله المينيمال سبيسنج ده علشان تكون الخلفيه تقدر تشتغل مع بعض الكفاءه بيتراوح من مرتين الى ثلاث مرات قطر الخازوق، معتمده برضو بشكل اساسي على نوعيه الخازوق. الخوازيق تنقسم الى نوعين اساسيين بالنسبه لنا من حيث ايه، من حيث طبيعه انتقال الحمل فيها. هل الحمل بينتقل عن طريق الاحتكاك الخارجي على جسم الخازوق، ولا هو بينتقل عن طريق الضغط على اسفل نقطه في جسم الخازوق تحت خالص اللي هي بتحمل على طول على طبقه التربه القويه اللي احنا عملنا لها تاسيس عليها. فبناء عليه بقدر احدد المينيمال سبيسنج بتاعتي. فلو انا طبعا لو نوع الخازوق مش متحدد، مش سبيسيفايد في الجيوتكنيكال ريبورت، او اذا ما كانش فيه اصلا جيوتكنيكال ريبورت، فبالتالي انا هبتدي اشتغل على مينيمال سبيسنج وليكن 3 كل مره قطر الخازوق. جميل. طيب دي كده السبيسنج من الخمسين. طيب هنيجي نسأل نفسنا سؤال، طب فين هي الماكسيمم سبيسنج بقى؟ عشان لو انا زدت عنها برضه الخوازيق مش هتشتغل بشكل مناسب. فالماكسيمم سبيسنج بتكون عباره عن 6 مرات قطر الخازوق. ونيجي نسأل بعد كده نفسنا السؤال الثالث، طب يا ترى هل في ايدج ديستانس برضه ما بين سنتر لاين الخازوق ما بين حرف او الايدج بتاع البايل كاب؟ اه طبعا في مينيمم ايدج ديستانس برضه بنبتدي نشتغل عليها بمقدار 1.5 او مره ونص قطر الخازوق، بحيث ان انا ما اقلش عنها بالشكل ده. جميل. طيب طبعا ملحوظه مهمه جدا لازم بقى طبعا ناخد بالنا منها اصلا من الاول في البدايه واحنا بنبتدي نعمل عمليه ايه بقى، توزيع للخوازيق. جميل. وهي ان انا طبعا دايما اراعي ان توزيع الخوازيق بتاعتي تحت البايل كاب او تحت اللبشه لازم تكون بشكل متماثل حوالين السي جي بتاع اللبشه، السي جي بتاع اللي هي اللبشه، بقدر المستطاع طبعا برضو حوالين بقدر المستطاع حوالين السي جي بتاع الاحمال اللي جايه لي طبعا من السوبر استراكشر او من المنشا طبعا فوق. تمام. ليه؟ عشان اتجنب طبعا الجهات الشد الزياده اللي هتجي لي نتيجه الاكسنتريستي. لو انا ما وزعتش الخوازيق بشكل متماثل فهيبقى في اكسنتريستي طبعا اضافيه تبتدي تولد لي جهات شد اضافيه، هتتسبب طبعا في ان انا هبتدي ازود مثلا كميات خرسانه لللبشه او كميات خرسانه للخوازيق، او هضطر ازود تسليح حديد تسليح. فعلى ايه؟ فانا ممكن من الاول خالص اتجنب الحكايه دي واوفر الكوست دي بان انا ايه اوزعها بشكل متماثل. فدي مهمه جدا طبعا بالنسبه لنا في الديزاين. جد. تاني او تالت خطوه بعد كده طبعا هي ان احنا نبتدي نفترض سمك لللبشه او الخوازيق البايل كاب اللي هي التي، ودي بناء على ان انا محتاج احقق ريجيديتي كافيه للبشه دي بحيث انها تساعدني في انها تنقل الاحمال بشكل نوعا ما متساوي. هنقول نوعا ما، مش هنقول 100% لان مش هتتحقق طبعا بنسبه 100% نتيجه وجود الدم الموجود، ولكن على قد ما اقدر يكون في يعني ديستريبيوشن لللودز متقارب على الخوازيق مع بعضها. جميل. وبالتالي محتاج ان البايل كاب تكون ريجيد قدر المستطاع. فعشان كده ببتدي افترض ان السمك المينيموم للبشه بتاعتي ما يقلش عن مرتين قطر الخازوق زي ما احنا شايفين مع بعض في الفيجر او الصوره التوضيحيه بهذا الشكل. جميل. طيب بعد كده طبعا الخطوه المهمه جدا بالنسبه لنا كفاينات هيلمنت اناليسيس طبعا باستخدام برنامج السيف، وهي طبعا البايل ستيفنس او الكساءة الخاصه بالخازوق اللي هي الكي. طيب دي بطبيعه الحال بتتوقف على انا بمثل الخازوق ازاي في الفاينات هيلمنت اناليسيس. فانا طبعا بمثله بهذا الشكل زي ما واضحين زي ما احنا شايفين مع بعض في الصوره، بمثله ب عمود بهذا الشكل الرأسي فيكسد من فوق، لان طبعا الكونكشن بتاعته مع البايل كاب بتبقى فيكسد وتفصيل تحديد التسليح بتتحقق هذه الفيكسيشن، فبالتالي بقى هو اذا عمود فيكسد بهذا الشكل. ومن تحت بيكون معرض الى قوه شد بهذا الشكل او قوه ضغط طبعا بهذا الشكل اللي هي مقدار اف، وبالتالي بتبتدي طبعا تحصل له ديسبليسمنت دلتا. جميل. فطبعا الفورس دي تمام اللي بتتولد في الخازوق دوت بتبقى معتمده اعتماد كلي طبعا على الستيفنس بتاعته وعلى الديسبليسمنت اللي بتحصل له عامله ازاي. فالفورس بتساوي
ستيفنس او كي في الديسبيسمنت دلتا. فبطبيعه الحال طبعا زي ما احنا عارفين الستيفنس هي عباره عن الفورس للبريونت ديسبيسمنت او القوه لكل وحده طبعا ازاحه بالشكل. وبالتالي بتكون الستيفنس للعمود دوت اللي هو الفيكسد بهذا الشكل هي عباره عن الاي في الاي على ال ال. عشان طبعا ايه اقدر ان انا امثلها بسبرينج او اقدر امثل الخازوق ب يعني الاستيك سبورت سبرينج علشان يقدر طبعا ان هو يحقق لي او يعمل لي سيميليشن للواقع ان هو فعلا العمود بينضغط او بينشد بهذا الشكل. فلازم يتمثل على الاستيك سبورت عن طريق طبعا سبرينجز. وبالتالي الستيفنس بتاعتها هتكون بتساوي الاي في الاي على ال. الاي طبعا هي عباره عن معاير او معامل مرونه الخرسانه بالمعادله بتاعته تبقى الكود المصري بالشكل ده 4400 جذر اف سي يو بوحدات النيوتن متر سكوير. اف سي يو طبعا المقاومه المميزه للخرسانه بعد 28 يوم. والاي هي عباره عن مساحه مقطع الخازوق. وال ال طبعا هي عباره عن طول الخازوق اللي احنا طبعا بنستخدمه بالنسبه لنا. جميل. وكده يا باشمهندسين نكون وصلنا مع بعض باذن الله الى نهايه الجزء الاول من محاضره كيفيه التصميم والتحليل الانشائي للاساسات العميقه اللبشه على الخوازيق. نتقابل ان شاء الله باذن الله مع بعض في الجزء الثاني. استنوني باذن الله في الجزء الثاني. واتمنى لكم التوفيق جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.